طيب بدنا نتكلم عن حاجة أو مصطلح اسمه Special Class Method. شفنا في الدرس الفات Normal Method قاعدين جوا الكلاس وكنا بناديهم Manual. أما الـ Special Class Method هنا البايثون هي اللي هتستدعيهم لنا في حالات محصورة أو لما نستخدم Syntax Pattern معين. نحن هنستخدم Special Class Method ليه؟ لأنه قلنا الـ User Dictionary داري يحاكي الـ Behavior والسلوك بتاع الديكشنري داتا تايب. فالنورمال ميثود اللي عرفناه ما هيقضوا لنا ويحاكوا الفانكشناليتي بتاع الديكشنري داتا تايب. فهنقوم هنا نستخدم السبيشال كلاس ميثود. نشوف كيف. يعني احنا كنا في الديكشنري ممكن نديه الكي يجيب لنا الفاليو بتاعته. طيب نشوف هنا كنا هنعملها كيف جوه اليوزر ديكشنري اللي بيحاكي الديكشنري داتا تايب. في special class method اسمها get item بتاخد الكي. قلنا السيلف ده لازم طبيعي فعشان كده ما هنعده جوا اي class بنمرره، برا الكلاس ما بنمرره، بنستدعي الفانكشن مباشرة لانه هيكون هو الاوبجكت المرك من الكلاس. هتقوم ترجع لنا شنو سيلف دوت داتا اللي الاتريبيوت اللي عرفناه كان جوا اليوزر ديكشنري ونمرر ليها الكي فترجع لنا الفاليو. هنا عملنا طيب اوبجكت الاف مرقناه من وين؟ من فايل انفو وديناها الاي فايل انفو ارجومنت واحده لانه في الانيت كانت بتاخد فاريبل اسمه النيم. فهتكون الفاليو دي بتمشي اساين لوين؟ للنيم. نقول لها الاف فيها شنو؟ تقول لنا فيها النيم. فيو الفاليو اللي مررناه ازينها ارجومنت. فقلنا هنا هنقوم نستخدم الاف دوت جيت ايتم. قلنا ما هنمرر السيلف لانه هنا عاملين لها كول. السيلف هنا بيمثل منه؟ بيمثل الاف اللي هو الاوبجكت من الكلاس. قلنا لها جيب لنا النيم، قامت جابت لنا النيم. فاصلا الطريقه دي ما هنستخدمها. وقلنا السبيشال ميثود بيحصل لهم كول لما يكون في بتن معين. يعني هنا البتن الدايرينه كانه يكون ديكشنري الاوبجكت اف، نمرر له النيم هيرجع لنا طوالي الفاليو. عملها كيف؟ لانه في الباك جراوند عمل كول للجيت ايتم. نفس الحكاية في فانكشن تاني اسمها set item. لو دار نضيف تاني key و value للديكشنري نديها ال key وال item، نقول لها data ال key بتساوي ال item f.set item key gener ال value 31. ال f فيها شنو؟ دي القديمة النيم وال value بتاعتها ضاف ديل. فقلنا ما هنستخدم السينتاكس ده بما انها هي special method، هنستخدم السينتاكس بتاع الديكشنري. نقول لها الكي شيل الفاليو 32. فهتقوم في الباك جراوند تنادي set item وهتعمل override لل 31 وترجع لنا هنا 32. طيب قال لنا set item هي special class method لأنها حصل لها call automatically لما نستخدم السينتاكس بتاع اننا نضيف key و value للديكشنري. وset item بما انها هي كانت اصلا معرفة في اليوزر ديكشنري class فنحن ممكن نعمل كلاس زي ما عملنا الفايل انفو ونقوم نعرف جوا الفايل انفو الست ايتم او كلاس تاني في النهاية هيكون هيورث اليوزر ديكشنري. لما نعرف الست ايتم جوا الكلاس الموروث قلنا ماف اوفرلودين فكده هيقوم يحصل اوفررايدين. ممكن نعدل في البيهيفير بتاع الست ايتم ونزيد نعمل لها اكستند. فالكونسبت ده بتاع الاوفررايدين للميثود الجوا الكلاس اللي ورثناه دي اللي هو القايم عليها السوفت وير الابليكيشن اللي حسب نشرح فيه ده. لانه كل فايل ممكن يكون عنده هاندلر يجيب لنا الميتا داتا للداتا تايب ده وكل داتا تايب يتعامل معاها بطريقه مختلفه. نفس الكونسبت ده ممكن نجي نطبقه جوا ال MP3 فايل انفو. ده كلاس هيورث الفايل انفو والان والفايل انفو بتورث اليوزر ديكشنري. فمعنات ال MP3 فايل انفو حورث الكلاسين الفايل انفو واليوزر ديكشنري. نجي نعرف السيت ايتم جوا ال MP3 فايل انفو. فهنقوم نعمل كده اوفررايد للقاعدة جوا اليوزر ديكشنري. نقوم نقول لها اذا كان الكي جن نيم فاعمل كول الفانكشن دي، اعمل حاجة اضافية، اعمل بارث للايتم. وبعد ما تعالجي الحاجات الإضافية دي نقوم نعمل call للset item الأصلية
حناديها من فايل انفو، وهي ما معرفة في الفايل انفو، فهتقوم بايثون تعمل لوك اب وتشوف فايل انفو وارثة منه، وارثة كانت اليوزر ديكشنري، هتمشي لها وتجيب منها سيت ايتم الأصلية. فهتقوم بعد ما تتم العمليات باستخدام الفانكشن بارس هتقوم تضيفهم للديكشنري. نشوف الكلام ده، عملنا امبورت فايل انفو اوبجكت من الام بي 3 فايل، نوع شنو الدور ده؟ ام بي 3. جبناه من وين؟ من الموديول فايل انفو جواه في كلاس اسمه ام بي 3 فايل انفو. هقوم اقول له ام بي 3 فايل انفو، بما اننا ما مررنا له حاجه واصلا الام بي 3 فايل انفو كلاس ما فيه انيت، فهتقوم تشوف الكلاس الفوق له اللي هو الفايل انفو، والاي فايل انفو كان فيه بس النيم وكانت اوبشنال لانها بتاخد نل، فجات نل. اما لو قمت قلت لها هنا النيم وديتها الفاليو، لما نجي اقوم اقول لها النيم ما هترجع لي الفاليو، وقلنا هنا طوال حيقوم يحصل تريجر للسبيشال ميثود، لكن ما حتحصل تريجر للسبيشال ميثود من جوه الفايل انفو، لان الدور ده عملنا كول، عملنا الاوبجكت من الام بي 3 فايل انفو، والام بي 3 فايل انفو عنده سيت ايتم حقته براو. لما نمرر لها الكي يكون نيم، فهتقوم تعمل كول لفانكشن اسمها بارس، حتى بعد كده تاخد توم كي وفاليو. فزي ما شايفين عملت ليهم بارس وعملت كول لفانكشن اسمها بارس. ما عارفين بارس بتعمل شنو، لكن ممكن نستنتج بتمرق لنا كي وفاليو اضافيين زي الالبوم والارتست والجنر والكومنت بالاضافه للنيم. نفس الحكايه هنديها نيم ونمرر ليها mp3 فايل تاني، نشوفه برضه هيحصل كول للاوفررايتد ايتم، وهي بدورة هتعمل كول للبارس. بعد البارس هتنادي سيت ايتم القاعدة وين؟ جوا اليوزر ديكشنري، هتشوف فايل انفو ما هتلقاه، فهتمشي تجيبها من اليوزر ديكشنري.